صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا في بلادنا كثير من الأضرحة والقبور التي تعبد من دون الله تعالى، فهل يلزم علينا التصريح بكفر أعيانهم؟ وإذا لم نستطع فعل ذلك، هل يجب علينا الهجرة من هذه البلاد؟ والله إذا كان يجي من المنتسبين للعلم من يفصل في طواف بالقبور يقول إن كان كذا وكذا، هذا مما سهل هذه الأمور عليه، هذه من الأسباب. إن بعض طلبة العلم أو المتعالمين يسهلون الأمور على الناس بهذه التفصيلات وهذه التأويلات وهذه، فالواجب الإنكار على هؤلاء بالحكمة، تعليم الجهال منهم، تعليم الجهال منهم ونشر التوحيد ونشر العقيدة الصحيحة، تعليم الناس، هذا هو الواجب عليكم. وإذا لم يقبلوا وأنتم تجدون مكانا تلجؤون إليه في التوحيد فيجب عليكم الهجرة. أما إذا لم تستطيعوا تمسكوا بدينكم وحتى يزول العذر فتهاجروا في سبيل الله، الهجرة واجبة وباقية إلى أن تقوم الساعة، لكن من لا يستطيع فعليه بالانتظار مع التمسك بدينه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن الله عفو غفور. نعم.